my beginning is my end, and my end is my beginning. العبارة دي logically you cannot accept it. ما فيش حد نهايته في بدايته وبدايته في نهايته. يعني ازاي؟ دي I can't find antithesis فيها. beginning و end. الكلمتين دول عكس بعض, beginning و end. this is antithesis. العبارة كلها السنتنس كلها paradox. ليه paradox؟ لأن you cannot accept إن my end is my beginning. لكن هو من وجهة نظره إن my end is my beginning. ليه؟ لأن أنا كده توقف عندي عداد الذنوب وحتى حياة جديدة. يعني according to his own beliefs على حسب اعتقاداته يعني إن هو هنا هيروح الجنة وهيبدأ حياة أكثر راحة, ما فيهاش ألم, ما فيهاش مرض, ما فيهاش زعل, ما فيهاش ذنوب, ما فيهاش حاجة. فدي بالنسبة له بداية جديدة. أوكي؟ فعشان كده قال الكلمة دي. أهي العبارة كلها paradox وفي نفس الوقت I can find antithesis beginning و end. وحطهم between quotation marks. This is paradox. طبعا الفائدة الرئيسية بتاعته أو the function, the main function of paradox in poetry is to attract attention. جذب الانتباه كده وخلاني فكرت ايه اللي بيقوله ده وعشان ايه. اوكي, يبقى to attract attention is the main function of the paradox. اوكي, also to provide emphasis عشان ادي نوع من انواع التاكيد on the idea على الفكره. يبقى الفانكشن او two functions of paradox is to attract attention, this is number one, and to provide emphasis on the idea على الفكره. Okay, let's have the following poetic technique is imagery. imagery كلنا بنسمعها الصورة الخيالية, سواء كانت الصورة الخيالية دي بقى السيميلي, ميتافور, ميتونومي, أي حاجة غير واقعية أو رياليستيك فتقع في مجال الإيمج. الإيمج اللي هو الصورة, بفكر بات وورد بيكتشر, صورة بالكلمات, برسم صورة بالكلمات, فأنا استخدمت إيمجز أوكي أو إيمجري. images. Okay. ايه تعريفها؟ imagery is the use of figurative language, استخدام لغة استعارية. يبقى كل الفيجرز وفي سبيتش بتقع تحت مظلة كلمة دي images, صور. فهم؟ لما اعمل سيميلي كده image, لما اعمل ميتافور كده image, لما اكتب ميتونومي كده image. اوكي؟ فهي عبارة عن use of figurative language, استخدام للfigurative language to enrich poetry. اوكي, imagery conveys word picture, زي ما بقولك بيرسم لنا صوره بلاغيه او بالكلمات عن طريق استخدام ان انا لما شبهت مثلا البنت كالقمر او الجندي كالاسد انا عملت كده صوره, تخيلت شكله وعمال يقاتل بكل شجاعه وجرأه وجسارة. اوكي, طبعا بيعتمد على حاجة من الحواس الخمسة دايما بستخدمهم في الايمجز. يعني يا اما مثلا حاسة الشم او السمع او اللمس, الحواس الخمسة اللي انتوا عارفينها. طب في حالة ما عملت ايمج مشموم, حاجة قربت بيها ريحة الحاجة دي وتخيلت الحتة الحلوة, ده اسمه olfactory. طب مرئي, visual image, صورة مرئية. اوكي, طب ملموسة, tactile image, حاجة ملموسة كده يعني قرب لي الصورة لدرجة إن أنا تخيلت إن أنا المشهد ده شايفه وشمه وحاسه وكأني عايش فيه. أوكي؟ قدامي نفس الصورة. إيه تاني؟ في المسموعة audible image, يبقى المسموع audible image, المرئي visual image, المشموم olfactory image, الملموس tactile image. زي مثلا انا لو اديتك مثال ايه اللي ممكن اشتغل على كل مستويات الفيجراتيف لانجوج او الفيجرز اوف سبيتش, لو قلت I can see a tree. كده سنتنس عاديه جدا, جمله خبريه جدا جدا ما فيهاش اي حاجه, ما استخدمناش فيها اي ايمجز ولا اي فيجراتيف لانجوج ولا ريتوريكال لانجوج, لغه بلاغيه. طيب تعالي بقى عشان نحقق
بنحولها لايمجز مختلفه مع انها هي نفس التري. لو قلت a tree like a spiky rocket وكانها زي الصاروخ اللي ليه حتت كده وتبص سبايكي كده دي اللي هو سبايكي روكت. يبقى انا شبهت قلت a tree like a spiky rocket. استخدمت ايه هنا؟ سبل. برافو عليك. طيب هي دي نفس الشجره واستخدم لها شكل تاني من اشكال الفيجراتيف لانج. A green cat riding a bull. A green خضرة riding. لا ميتافور. A green cat riding a bull. خضرة تكتسي عمود. خلاص؟ جبت الجرين الصفه بتاعتها اهي عملت ميتافور. طيب يبقى a tree like a spiky rocket. جبت like او as يبقى عملت سيمي. طب a green could riding a bull هي بس عملتها ميتافور. اوكي ممكن اجيب سينيك دوكي المجاز. فاكرين المجاز؟ اجيب جزء منها bear black branches وعملت فيها الليتريشن. بير بلاك برانشز. عارفين فرع يعني ايه؟ برانش فروع سوداء جرداء. سيبك دوك لان انا عبرت بالفرع عن الكل. جزء بارت عشان اعبر عن الكل. عملت كده سيبك دوك. هي نفس الشجر بس استخدمت ايمجز مختلفه. استعراض استعرى مره سيميلي مره سيميك دوكيت مره. اوكي مفهومه؟ يبقى هي نفس الحاجه بس يستخدمها الشاعر باشكال مختلفه يرسم بيها ايمجز مختلفه او صور مختلفه. لما في عندي مثال مثلا قصيدة اسمها لكين سميث اسمها اني بريس اوف فودكا. فودكا فودكا اللي هو مشروب مسكر يعني. بيقول فيها ايه؟ بيت الشعر ذا تيست اوف اير طعم الهواء اوف ويند اون فيلدز. الهواء كده والرياح اللي بتبقى على الحقول الخضراء. ذا ويند ثرو لونج ويت فورست والهواء اللي بيبقى في الغابة المندية اللي فيها الندى الصبح كده. عارفة الهواء ده كده؟ هو حاسس إن طعم الفودكا التيست أوف فودكا زي طعم الهواء اللي بيقابله الصبح كده وبيبقى ساقع وبيبقى دراي. تعرفيها ده لما بتصحي الصبح بدري قوي وتمشي في الحقول أو في الفورست في غابة ولا في حاجة. طعم الهواء اللي بيقابله ده هو بيتخيل إن الفودكا نفس الطعم. هو كده عمل إيه؟ عمل إيمج. عمل صورة لطعم الايه؟ الفودكا. اوكي. You can understand؟ كلهم يقعوا تحت ان ده كله ايمجز. خلاص؟ يعني انت you can say ان البوك this book is rich in images. For example, the poet uses here a metaphor. In this line كذا. In this line سيميلي ان ذا سلايد وهكذا. يبقى القصيده بتاكل ريتش ان ايمجز. لما اقول لك هو استخدم ايمجز كتيره معناها ان هو مكتر في الفيجرتيف لانج والريتوريكال لانج واستخدم استعاره وكنايه وسيميك دوكي المجاز واستخدم كل الحاجات اللي قلنا عليها دي. اوكي؟ لان كلها مع بعض رسم بيها صور والبرسونيفيكيشن والميتافور بانواع وكل الحاجات دي كلها رسم بيها ايمجز صور. ايه بقى نوع الصوره؟ اقولها ايه نوع الصوره؟ ده تشبيه بس تعرض لازم. اوكي؟ Let us have the following one. اسود. اسود زي ما احنا بنسميه احيانا السكن او الضفاف الحروف الفاولز المتحركه.
وده بيدي نوع من الميوزيكال إفكت. Sometimes it is called vocalic rhyme. القافية التي تخص الفاولز vocalic rhyme. ليه؟ لأن شغله كله على الفاولز، على الحروف المتحركة. اوكي؟ ودي مفروض ان انتوا عارفينها من خلال اللينجويستكس A E I O U، واستخدام بقى اللونج فاولز والحاجات دي المفروض ان انتوا واخدينها في الفوناتكس ان لينجويستكس. تركيزي على عليها على الفاولز ده واتفاقها ادتني ميوزيكال افكت، وبالتالي عمل لي حاجه اسمها اسونانس. يبقى الميوزيكال افكتس كلها ممكن اجيبها من خلال استخدام الرايم وجود القافيه، من خلال استخدام الليتريشن اللي هي الانيشال ساوندز او فورمينج ووردز او الستريسد سيلابلز، او ممكن استخدامها عن طريق اسونانس وجود اتفاق الفاولز، او حاجه اسمها اللي جايه كونسونانس اتفاق الكونسونانت فقط، الحروف الساكنه فقط. اوكي؟ نشوف مثلا ليك فيت مثال اهو ليك فيت. اتفاق الـ A هنا نفس نطق الـ A هنا ادانا اسونانس. طب لو اتفق سيلابل كامل رايم، لو اتفقت الانيشال الاوائل الليتريشن، لو اتفق الكونسونانس الاخير كونسونانس. قديم؟ لو اتفق سيلابل او اثنين او ثلاثه ده رايم. طبعا الرايم يخص السيلابل الاخير او الاخير واللي قبله او في التريبل رايم الثلاثه الاخرانيين. لو قلت glorious victorious رايم، لان شغلي على السيلابل كامل والسيلابل كامل سيلابل او اثنين او ثلاثه في الاخر رايم. سيلابل مقاطع الكلمه، مقاطع الكلمات. سيلابل واحد اتفق مع السيلابل الثاني في الفولوينج لاين بقت رايم. اوكي؟ ماسكولين رايم. طب اثنين سيلابل فيمينين رايم. ثلاثه سيلابل تريبل رايم. اوكي؟ مش هتيجي اكتر من كده، لغايه كده اكبر حاجه. طيب اتفقت السيلابلز الاخيره اذا رايم. اتفقت الفاولز اسونانس، الفاول بس، حرف الفاول بس، وده لما تعمله اناليسيس في اي قصيده شغلك مع الدكشنري. ما تالفهاش انت، لان في ناس احيانا بتنطق بعض مثلا الاو واليو بتديهم كانهم نطق واحد. ما تعتمديش على نطقك انت، وارجعي دايما للترانسكريبشن بتاع الدكشنري اللي هي الحرف ما بين الايه؟ الاثنين دول اللي هو ترانسكريبشن، ارجعي للتحليل الدكشنري. اتفقت الفاولز اداني اسونانس، اتفقت السيلابلز صوت، صوت السيلابلز اداني رايم، اتفق الكونسونانس الاخير او الكونسونانت ساوند اداني كونسونانس اللي هي بعدها. اوكي؟ الصوت الاخير consonants. corn fish this miss السلام المختلف. لا ده مش رايم. امال ايه؟ الاس الاخيره دي والاس الاخيره دي يبقى consonants. معايا؟ يبقى السيلابل صوت وشغلك على الساوند مش على الشكل، لان بدليل ان في حرف السي ممكن يبقى السي احيانا لو انا قلت سيل وممكن هي نفس السي بس تبقى طار تبقى كي. خلاص؟ البي اتش
احيانا بتدي الصوت اف. اوكي سي اتش احيانا تشا واحيانا كا. فاكوردنج تو الفوناتكس نفسها نطق الصوت. اوكي واند يو ديبند اون ذا ترانسكريبشن ان اني ديكشنري. معايا اوكي؟ فجت الكونسونانتس اتفاقها ذا لاست ساوند كونسونانت ساوند ان ذا ووردز. وده ممكن يحصله في نفس البيت على طول القصيده وات ايفر. خلاص؟ انما الرايم بين الابيات وبعضها اللي هي نهايه الاند رايم بتبقى دايما في البيت والبيت اللي بعده. في الاند رايم انترنال رايم في داخل اللاين نفسه. اوكي؟ فاهمينها؟ الاليتريشن لا اتفاق الانيشال ساوندز زي ما قلت لكم ساوند. Initial consonant sound زي ما قلت لك got green girl got green girl consonants او consonant sound ايوه initial في البدايات و successive في متعاقبين او following successive اوكي okay. يبقى initial consonant successive words ده يديني alliteration فهمت؟ You can differentiate between them قادرة تحس الفرق بينهم؟ اوكي؟ البدايات و consonant alliteration نهايات syllables rhyme حروف vowels بين الكلمات assonance نهايات consonant sound consonant وكل دي حاجات بتدي musical effect the main function of it musical effect to the poem and to make it easy to be memorable من السهل ان انا اتذكر. Okay? Any question? Caesura, after it, Caesura. بالظبط كده زي البوز او البريك ان ذا لاين. اتوقف شويه. وين يو ليسن تو اي بوت اي شاعر كده واقف يقول القصيده بتاعته يو كان فايند هيم ستوب فور ا بيريد اوف تايم يقف كده لحظه من الوقت كده ويسكت ويكمل احيانا في داخل البيت واحيانا بين الابيات وبعضها. لو في داخل البيت فهو عامل حاجه اسمها سيزورا. اعمل حاجه اسمها ايه؟ سيزورا. طيب بعد ما البيت يخلص خالص فول ستوب عاديه عشان ينقل للي بعده. اند ستوب لاين اسمه اند ستوب لاين. نعم استخدم فول ستوب. اوكي؟ طيب لما استخدم السيزورا نرجع لها قبل ما نستخدم الاند ستوب. سيزورا بوز اور بريك ان ذا لاين اوف بوتري في بيت الشعر. اوكي؟ هي عباره بريك عن في الميتريكال اور ريزميكال بروجريس اوف ذا لاين اوف فيرس. طيب وهي نير ذا بيجينينج اوف ذا لاين في اول البيت كده شويه قال لي كلمه وراح جاي متوقف شويه وهو بيتكلم اسمها انيشيال سيزورا مبدئيه اوليه قال لي البيت اهو قال لي كلمه فيه وعمل لي كده اهو فول ستوب حلو كده او كوما او علامه استفهام اي حاجه تدي توقف وبعدين كمل لي البيت كله وبعدين حط هنا هو فول ستوب او كوما او علامه استفهام. هنا لما وقف في اول حاجه بعد ما بدا البيت بكلمه او كلمتين يبقى سميناها انيشيال سيزورا. انيشيال سيزورا اوليه. دي اللي في بدايه البيت انيشيال سيزورا. طيب جه هنا في النص وكل البيت ده ماشي حلو كده زي الفل وفي نص البيت وعامل كده اسمها ميديال سيزورا. اوكي؟ طب قبل البيت ما ينتهي هنا اهو كده اهو يعني فاضل لي كلمه او كلمتين والبيت ينتهي. تيرمينال سيزورا. يبقى نير ذا بيجينينج ات از انيشال سيزورا. In the middle of the line, medial caesura. Near the end of the line, it is terminal caesura. خرجنا بره البيت خالص وعملنا full stop وادي البيت اللي بعده full
بقول ستوب وادي البيت اللي بعده والكوما والبيت اللي بعده والكوما والبيت اللي بعده وعلامه استفهام. ده وضع تاني مختلف. طلعتي بره البيت لقيتي ده اللي حاجه اسمها اند ستوب لاين. بيت منتهي اند ستوب. طب فيكم وده كمان اند ستوب لاين. طب فيكم لسه هكمل الكلام. فيكم ران اون لاين تكنيك. ران اون لاين بتتعمل وكانها ادجكتيف هايفينيتد. ران اون لاين تكنيك لان لسه ناوي اكمل. طب ما فيش الكوما وبقيه الجمله هنا. يعني مثلا هنا كتب حاجه سبجكت مثلا وادجكتيف ريليتد للسبجكت وكمل هنا في الفولوينج لاين الفيرب وبقيه الجمله وراح ناهيها لي بعلامه استفهام. ده اسمه ايه؟ انجامبمنت. انجامبمنت ليه؟ لانه مكمل الجمله في الفولوينج لاين ما قفلتش ما انتهتش. انجامبمنت. انجامبمنت. اوكي؟ طب لقيت بقى علامه الاستفهام الكويستشن مارك زيها بالظبط زي الفول ستوب علامة نهاية أو توقف هي بالظبط end stopped line. ما عايز هدي I repeated. معلش الحاجات دي كانت ضرورية جدا عشان تفهم الشغل. ما كانش ينفع بقى يعني أكنسل أي حاجة فيهم أو نستعجل في حاجة. نرجع لها تاني. السيزورة نمسك السيزورة تلات أنواع وهي بتحصل في خلال مجرى البيت. ما خرجتيش من اللاين ما خرجتيش من بيت الشعر. في داخل البيت قرب البدايه انيشال سيزورو. في منتصف البيت كده ميديال سيزورو. قرب النهايه ولسه فاضل جزء في البيت فاضل كلمه او كلمتين ترمينال سيزورو. خرجنا بره البيت لا ده موضوع تاني في البنكتويشن بقى خاص بالبنكتويشن وبيبقى ليه ضروره في بيربس بويتك بيربس. لو خرجنا بره البيت هنا نهايه بفول ستوب ده اسمه اند ستوب لاين. خلاص the idea is complete and the sentence is complete. يعني lexically معنويا and structurally هي مكتمله. خلاص الفكره يعني I can extract البيت ده كده هفهم منه حاجه جمله جامده جمله مفيده جمله خبريه. يبقى نهايته النقطه دي اسمها end stop the line. طيب البيت ماشي ولسه البوينت ريسايتس عمال يحكي اسمها ايه؟ ران اون لاين تكنيك. ران اون لاين لسه هيكمل عبر الابيات لسه مكمل الشرح مكمل الحكايه مكمل لنا الصور مكمل الاكسبيرينس اللي هو بيقوله. ران اون لاين. طيب بيت كده وما لقيتلوش نهايه في البنكتويشن لا كوما ولا فول ستوب ولا كويستشن مارك ولا اي نهايه ولقيت بقيه المعنى وبقيه الجمله في الفولوينج لاين. سابلي كده يعني جزء من الجمله في لاين وجزء من الجمله في لاين تاني. ايه ده؟ ده اسمه انجامبمنت. انجامبمنت ان انا بكمل المعنى اهو انجامبمنت بكمل معنى الجمله وبقيه الجمله يعني لكسيكالي وستراكشرالي ان ذا فولوينج لاين. انجامبمنت. اوكي؟ طب نهيت وقفلت خلاص انتو ستوب لاين. فهمت؟ يو كان ديفرنشيت دلوقتي طول ما انت شغاله طول ما انت داخل البيت انت شغاله على حاجه اسمها سيزون. خرجتي بره انت طلعتي البنكتويشن وبيبقى ليه زي ما بقول لك بوينت اوف بيربس. البنكتويشن لما يقفل لي هنا بقلب ستوب لاين ذا ايديا از كومبليت. خلاص وصلني الفكره. طب ما سابهاش وسابها مفتوحه وما قفلهاش كده الابيات وبيكمل he wants to complete his recitation and his experience. ها هوس لسه هكمل ها عايزاكي to follow me. طيب سبتها كده مفتوحه بقى وانا لسه حطيت يا دوب جزء من الكلمه واحيانا يستخدم لي قبلها سيزوره يعني كده يعني جبت جزء من البيت وادي سيزوره ميديال او تيرمينال وبعدين اجيب لك هنا سبجكت واكملك بقيه السنتنس تحت الفيرب وبقيه الجمله الاوبجكت. ده انجامبمنت بقيه المعنى يكتمل في الفولوينج لاين وبقيه الاستراكشر يكتمل في الفولوينج لاين. اوكي ده انجامبمنت. قفلت ونهيت سواء بفول ستوب علامه استفهام كويستشن مارك كومبليت. وعاده اللي بيتقفل بكويستشن
question mark ده بيبقى احيانا وعاده rhetorical question، سؤال بلاغي ليه غرض الاثبات، to make an emphasis اثبات. يعني مثلا زي في القران الكريم عندنا اليس الله باحكم الحاكمين، بلى احنا عارفين طبعا اكيد، يعني حاجه مش عايزه اثبات. السؤال ايه غرضه؟ خلاص تاكيد للفكره والمعنى، مش لسه بنسال فيها لسه hesitation او doubt، لا. يبقى ده بيبقى rhetorical question في اغلب الوقت. اوكي you can understand؟ حلوه؟ هل ما فهمش حاجه؟ any question في اي نقطه؟ yes stand up please and raise your voice. Run online what? Endangerment من؟ متشابه. برافو عليكي، سؤال في الصميم، سؤال في الصميم وما يلاحظوش انا اللي هو يعني ايه لا عميق في الفكر. اقعدي بقى ان النقطة دي مهمة جدا جدا. كل انجمبمنت لازم يحصل مع ران اونلاين، وليس كل ران اونلاين يحصل معاه انجمبمنت. تاني، كل انجمبمنت بيبقى مع الران اونلاين، يبقى متلازم كده مع ران اونلاين. كل انجمبمنت مع ران اونلاين لانه خلاص ما نهتش الابيات. لكن مش كل ران اونلاين ضروري ليه مع انجمبمنت. فهمت؟ يعني ممكن تكون الفكره مكتمله قبل وحقيقي بس عايزه انقلك لفكره جديده، بس مش عايزه اقفل، مش عايزه اقفل الابيات، لسه هقول حاجات ثانيه. بس استراكشرالي الجمله مكتمله هنا، فبروح احط لك كوما او سيمي كولون او نقطتين فوق بعض عشان اشرح اللي هي الكولون. هشرح لسه هشرح، يعني انا قلت لك اديتك عباره وحطيت نقطتين فوق بعض، رقم ما تكنيك لسه هكمل بقى. I explain it in the following line. خلاص؟ يبقى كل ران اون لاين ما يلزموش انجمبمنت، ممكن يحصل لوحده. لكن كل انجمبمنت حاصل في ران اون لاين. ما ينفعش، اصل مش هينفع فانت ستوب، ما ملهاش حل تاني، يا انت ستوب يا ران اون لاين. لما يبقى ران اون لاين احيانا يبقى معاه انجمبمنت، لكن مش دايما. ممكن يبقى ران اون لاين عادي كده، انهي بكوما، انهي بسيمي كولون، انهي بكولون، نقطتين فوق بعض. معناها I will complete، هكمل، لسه انا عندي كلام تاني، ما قفلتش اللاين، بس ما سبتش الجمل بتاعتي بقيتها في الفولوينج لاين. structurally انا خلصت هنا وهشرح لك زياده وهقول لك زياده. خلاص؟ you can understand النقطه دي؟ في عندي بيتين ل ييتس، دبليو بي ييتس، شاعر هو اصلا من اصل ايرلندي، واي شاعر كتب بريتن ان انجلش بيعتبروه شعر انجليزي عادي بقى، مكتوب في ايرلندا، مكتوب في امريكا، مكتوب في بريطانيا، مكتوب في اسكتلندا، هو ايه؟ انجلش بوت، انجلش بوت. طب دبليو بي ييتس في قصيدته سيلينج تو بيزرتون بيقول لي حاجه، This is no country for all the men. In one another the arms, birds and in trees. لاحظتوا السيزور اللي انا قلتها؟ قبل زيان؟ هكتبها لكم بس هقولها تاني عشان انا عايزاك السمع بس الليسننج يطول شويه. This is no country for old men. زيان. In one another the arms, birds in the trees. اوكي؟ دي بيتوفر فيها السيزورا وترمينال السيزورا طبعا. يتوفر فيها الانجمبمنت والران اون لاين تكنيك زي ما احنا بنقوله. اوكي؟ وطبعا الايامبك لو احنا وزنا. خلينا اكتبها لكم عشان تشوفوها. هي عايزه مساحه بس. Second game.
مجاورة الثالثة. This is no country for all men. This way. عملت هنا الفول ستوب دي عشان لما اجي احدد الشعر اقول دي تيرمينال سيزورا ما بقولش دي فول ستوب. تيرمينال سيزورا. زي هنا اولا بتبدا بكابيتال ليتر معلم عادي في البنكتويشن. بعد ذلك لاحظت هنا هو لا في كوما لا في سيمي كوما ولا في فول ستوب ولا في اي حاجه. بقيت الكلام مالهم زي مالهم الشباب راحوا فيها يعملوا ايه؟ مالهم يعني مالهم بقيت الكلام ايه؟ lexically and structurally in one another's arms. وعمل ايه؟ وعمل ايه جمله ايه؟ عشان يكمل بس ده في داخل البيت. اوكي؟ ميديا سيزون. Birds in the trees وقفل هنا بفول ستوب والايديا از كومبليت. اوكي؟ تاني فكره هنا اهوت قبل التيرمينال سيزورا This is no country for old men يعني في البلد دي مفيش مكان لكبار السن. هو كان وقتها كبر في السن قوي ابتدى يحس يعني ان هو خلاص ما بيبقاش القيمه زي ما الواحد بيبقى شباب والكلام ده. ودي افكار بتيجي لكل كبار السن تقريبا في كل مكان. فالتاني فكره الاولانيه This is no country for old men. ونعم خلاص دي فكره مكتمله. لما انتهت هنا وانا لسه في مجرى البيت ما طلعتش منه فبقيت سيزور تيرمينال سيزور فول ستوب عندي هنا تيرمينال سيزور خلاص زي اداني بدايه السبجكت اهو مالهم ما نعرفش ايه فين بقيت ليكسيكالي وستراكشرلي فين بقيت الكلام انجامبمنت هنا ايه وان انا خلاص عرفني ان كل واحد ماشي بقى في اليارد دول متانجشين وماشيين والناس حلوه وسعيده يعني تعبير عن الهابينس عن السعاده خلاص والبيردز كمان ان ذا تريز والاشجار تغرد على الطيور تغرد على الاشجار والدنيا زي الفل وحلوه وهو بس اللي حزين وزعلان عشان تقدم بالسن. اوكي؟ فهمت كده؟ ادي اهي تيرمينال سيزورا ادي انجامبمنت مع الران اون لاين تكنيك اهو حاصل مع الران اون لاين تكنيك. تمام؟ وبعدين ادي اند ستوب ذا لاين لانه نهى الفكره اللي عايزه. You can understand؟ Question؟ Yes؟ following poetic technique is a simple الرمز وده كلنا عارفينه وموجود في كل مكان وكل قصائد بالعربي بالانجليزي اي حاجه الرمز الاستخدام الرمز حتى في حياتنا العاديه العلم رمز للدوله اوكي روز مثلا رمز للمرض هديه معبره رمز عن كذا عن اعزازي وتقديري وهكذا كل حاجه بنستخدمها وكانها رمز بمعنى ان هو to give you the meaning behind its real meaning or apparent meaning المعنى اللي ما وراء المعنى المقصود او يعني الفلاج فلاج العلم not a piece of cloth ما هوش قطعه قماش لا السيمبل بتاعه ايه؟ رمز للدوله دي؟ سيمبل is something that exists in its own right شيء يقف بذاته and yet stands for or suggests something else ويقترح شيء اخر ما وراء المعنى العادي بتاعه. اوكي؟ The word بقى symbol is derived from the Greek verb symbolion اصل الكلمه from Greek وزي ما قلت لك اصل اغلب المصطلحات في الشعر وفي الطب وفي العلوم من الجريك او اللاتينيه
اصل الكلمه سيمتانيان اللي هي to throw together. الفيرب اسمه to throw together يعني المعنيين مع بعض. اوكي تمام. سيمبل ودي من الحاجات الظريفه الخفيفه اللطيفه اللي بتبقى في الايه بوتيك اناليسيز يعني السيمبل ما فيهاش مشكله. اللي بيبقى فيها مشكله واللي الناس ساعات بتتلخبط مع بعض فيها حاجه ثانيه اسمها الليجوري. الليجوري بمعنى الاستعاره او القصه الرمزيه. الليجوري ده تعريف تاني للاستعاره يعني؟ للقصه الرمزيه، انا بستعير قصه مش الاستعاره المكنيه اللي هي بتاعت الميتافور. ده قصه مستعاره، قصه مستعاره عشان اضرب بيها مثال. يعني زي قصص كليله ودمنه. الليجوري انا استعرتها عشان اديكي مثال عن الحكمه، عن الشجاعه، عن الجبن، عن اي حاجه من القصص اللي بتدي، عن ان الشر نهايته وحشه، التخطيط الوحش بيودي صاحبه في مهالك وهكذا. فانا جبت الليجوري دي القصه الاستعاريه. يعني مثلا جون درايدن دي قصيده اسمها ابسالوم اند اتشيتوفن. ودي المفروض ان سنه ثانيه السنه اللي فاتت درسوها. أبسالوم أند أتشيتوفيل أصلاً هي مش على أبسالوم أند أتشيتوفيل ولا حاجة، لأ ده هي المقصود بيها كينج تشارلز II ملك إنجلترا اللي بقى بعد كده ملك إنجلترا، بس كان هو إليجيتيميت صن، كان ابن مش من حقه يورث العرش بعد والده. فجاي بقى إيه يعني واحد شيطان عمال يوسوس له. راح جون درايدن مش قادر يصرح بالشخصيات الرئيسيه فجاب قصه استعاريه من التوراه من زمان قوي، قصه ابسالوم اند اتشيتوفيل ابن كينج ديفيد اللي هو المفروض ان هو سيدنا داوود. يعني القصه دي موجوده في التوراه ان ابسالوم عايز يتولى الحكم بدل والده ونفسيته بقى قعدت كده، واتشيتوفيل ده هو اللي عمال الشيطان اللي عمال يوسوس له يقول له ماله انت اللي اول بالحكم، انت مش عارف ايه، زيح والدك واقعد مكانه والكلام ده. جاب القصة دي الليجوري دي جون درايدن وكتبها على أحوال إنجلترا في الوقت ده من الزمان، يعني بتتكلمي في سنة 1600 وحاجة أوكي؟ وقال آدي أهو ولد عمال عايز يقلب والده من على الحكم بسبب الشيطان اللي يوسوس له هو أتشيتوفيل. بس طبعا ما حدش يقدر يقول إن ده كينج تشارلز إلا كان إيه؟ اتقتل فيها، كان هيحكم عليه بالإعدام على طول جون درايدن. فجاب القصة الاستعارية الليجوري دي عشان يوصل بس المفهوم ان ازاي ان في واحد اهو من العيله المالكه شيطان عمال يوسوس للملك او لابن الملك للبرنس ده عشان يبقى هو الملك. دي اسمها الليجوري. اوكي؟ ايه بقى تعريف الليجوري عشان نقوله بقى بال الليجوري؟ الليجوري in allegory the objects or events or people are presented symbolically. انا مستخدماهم رمزيا. عشان كده بقول لك اوعي تخلطي بينها وتعملي ميكستشر ما بينها وبين السيمبل. السيمبل حاجه قائمه وطرحت لي ما وراء المعنى، زي العلم جاب لي ان ده رمز للدوله. طيب قصه بقى استخدمتها بشكل استعاري رمزي وجبت الشخصيات عشان اشير بيها لحاجه ثانيه خالص، لمعاني ثانيه خالص في المهم. اوكي؟ So that the story conveys, اهي شايفه conveys بتبقى لنا a meaning other than and deeper than the actual incident or characters described. اوكي؟ okay? علشان to give a moral lesson عادة يعني usually is الهدف ايه؟ to give a moral lesson. عشان كده يمكن انا ضربت لك مثال خفيف ولطيف الاول قلت لك ايه؟ كتاب كليله ودمنه احيانا لو استعرته في قصيده جبت القصه من القصص بتاعت كليله ودمنه انا قاصد بيها المح على شخصيه معينه واقول له واجيب الالم للقصه الاستعاريه دي ادي نهايه الشر بتبقى وحشه. او الشخص لما بيبقى حكيم بيتصرف كويس. دي الالم. اوكي؟ البوتيك تكنيك اللي بعده واللي يمكن I'll stop here
parallelism. وفكرت بحاجة بسيطة ولطيفة تقربني للفكرة في الباراليليزم. انت عارفة فكرة المستطيل، كل الضلعين متقابلين متوازيين متساويين في الطول، باراليليزم. امشي بيتين من الشارع زي بعض بالظبط، او تو هافز زي بعض بالظبط، لكسيكالي وستراكشرلي كل حاجة. لكسيكالي معنى مينينج، يعني ريليتد تو مينينج. فانا مشيت الابيات زي بعضها بالظبط، لدرجه ان هو لو زاد قوي مثلا زي والت ويتمان ده شاعر امريكي لما بيكتب كتير قوي بالبارلي لازم بحس انها ريدوندنس، يعني الموضوع بقى فيه رغي، يعني بقى فيه بقى ممل خلاص. فالبارلي لازم بالظبط توازي، هي اسمها اساسا لو كشفت عنها في الدكشن اسمها توازي. اوكي، الابيات متوازيه مع بعضها. Parallelism is a very common device in poetry. It consists of phrases or sentences of similar construction. يبقى phrases or sentences of similar construction زي بعض. And meaning placed side by side. وكمان المعنى في construction في meaning placed side by side جنب بعضها وزي بعضها وتبقى زي بعضها متوازيين. Balancing each other وكأنها بتعمل توازن مع بعضها. هي زي بالظبط فكره المستطيل، خليها في دماغك وانت بتذاكريها. It activates all levels of language، وبالتالي طبعا انت بتشتغل على كل مستويات اللغه. ليه؟ اشتغلت على اللكسيكال بالمعنى، اشتغلت على الستراكشرال التركيب، اشتغلت مثلا على السنتكتيك والسيمانتيك والفونولوجيكال، كل الحاجات حتى بحاول الفونولوجي كمان الاصوات اخليها قريبه من بعضها. فالبالانس توازي في كل شيء، وكأني بطأ البيت وتوأمه. تمام؟ It is common in poetry وخصوصا في الأورال تراديشن زي بالظبط قصيدة بي وولف الملحمة، لأنها كانت أورال ما كانتش مكتوبة أصلا، ده هي ريتن بعدين في مراحل متأخرة من التاريخ، إنما هي أول ما طلعت كانت أورال بتتنقلها الأفواه كده وللغة لبعض. أوكي؟ وزي مثلا بعض اعمال تي اس اليوت ويليام لانجلاند دي اتش لورنس والت ويتمان اللي انا لسه قايلها لكم، دول كلهم شعراء ظهرت في اعمالهم الباراليليزم التوازي. اوكي، تحس انك نطقتي البيت